السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد من أبو السلالة. نحن عادة لما نحكي عن هواوي نحكي عن إشياء صغيرة مثل تليفونات من هواوي، مثل الساعات، مثل العوينات، مثل اللابتوب، تاب. بس اليوم معنا مفاجأة وشي كتير قوي من هواوي، معنا شي حجمه كبير وكمبلي من هواوي. فقبل ما نبلش الفيديو ياريت تفعلون اللايك القوي وتشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم أجدد فيديوهاتنا. وهلأ معنا أيضا الكرتونة الكبيرة من هواوي، شفتوا حجمها وتقيلة. معنا هذا الصندوق هنفتحه سوا، مش لحقلكم الاسم، خليها تكون مفاجأة سوا. هنفتح معنا مثل ما شايفين، فهيدي فتحتها حتكون صعبة. فأول شيء خلينا نشيل، لنوقف خلينا نشيل هاي الكرتونة. أوه عنينا صعبة هواوي. خلينا نشيل هاي الكرتونة، وعندنا هالكرتونة اللي بيجي بقلبها وهون فاضي مثل ما شايفين، ما عادش بحاجة إلها. معنا هذا من هواوي، هذا الوحش، ومعنا هيدي الكرتونة. أول شيء خلينا نحكي شوي عن هيدي عن هذا سبيكر اسمه ساوند إكس مثل ما شايفين، بالتعاون مع شركة ديفياليد كونجينيرت ويز ديفياليد مثل ما شايفين. وهيدي الشركة معروفة بمجال الصوتيات، يعني هيدي الشركة أقوى شركة بمجال الصوتيات. لما نحكي عن هالشركة مثل هذا السبيكر بتجيبوه ب 3000 لل 5000 دولار. تصوروا هيدي الشركة قد ايه اسعارها غالية، بس قد ايه بتعطيك تقنية كتير قوية. بس هون هواوي عملتنا هذا البوكس وبسعر كتير رخيص، تعاون مع هيدي الشركة، وبصوت على حسب رأي الشركة بصوت وبتقنيات كتير عالية. اول شيء خلينا نحكي عن هذا البوكس، نفتحه. اول شيء نفتح هذا البوكس الصغير لنشوف شو بيجي بقلبه. هذا البوكس بيجي فيه كابلات لكل الدول، مثلا اوروبا، امريكا، وبريطانيا. وهون في عندك كارت الضمان مثل ما شفت، ورنتي كارد، وهون كارت الضمان مكتوب، وكتيب لكيف تتحكم فيه، وهون ما في عندنا شيء. فخلينا نشيل هذا الكابل اللي نحن ما نعوزه، فهيدي بس ما عادش بحاجه. خلينا نجي هلا للاهم، لهذا البوكس كيف بيفتحوه. هذا بيعمل له هيك، لنفتح القنبلة بدنا ننتبه احنا تفجر. هيدي القنبلة من هواوي. اوه شوفوا كيف بطريقة مرتبة بطريقة كتير حلوة، هالقماش المحطوط عليه. نحطه هون هذا البوكس. هلا مثل ما شايفين عنا ايه بيجي بقلبه، اوكي بيجي بقلبه هذا الكابل الكهربائي لتوصله بالكابل التاني، وبيجي بقلبه كمان هيدي المايكروفايبر لتقدر تمسح فيها. هلا بقلكن ليه هيدي حنعوزها كتير مع هيدا البوكس. فهيدا البوكس التاني خلينا نشيله على جنب. فخلينا نكشف هلا عن هيدا البوكس القوي من هواوي مع انتو. واحد اثنين ثلاثة. فمن اول نظرة على هذا البوكس يعطيك شكل فخم وكتير رائع، يعني بتحس دغري بالفخامة لما تشوف هذا البوكس. يعني شوفوا هالمنظر الكتير حلو بهذا البوكس، ساوند بوكس او اسمه ساوند اكس من هواوي. فمثل ما بنشوف هون سبيكر، وهون اثنين هودي للباز، وبيجي موزع بقلبه ست سبيكرات ليعطيك تجربة صوت 360 دقري. مثل ما شايفين هون مصنوع من القماش، وهون من الستانلس ستيل بعتقد. بس الشيء البشع فيه انه كتير بيعلم بصمات، مثل ما شايفين دغري البصمات هي دي. يعني بالرغم من منظره الكتير فاخر وكتير حلو، فدغري بيعلم عليه البصمات. هاي الشغله بدنا ننتبه لها. فحسب قوة الشركه هذا الباز بيوصل لحد ال 40 هرتز،
والصوت بيوصل ل 90 ل 94 دي بي ديسيبل يعني. فخلينا نسوي هلا من حكي الشركات كلها وخلينا نجربه سوا نحن وياكم. فاول شيء لنفك هذا الكابل ونوصله بهذا اللي من هواوي. هل فعلا حيستحق هذا البوكس هذا الحكي من هواوي او كله حكي؟ فهلا حنشوف سوا نحن. حنوصله هلا بالكهرباء. اول ما يفتح البوكس مثل ما شايفين بيجي عندنا هذا من مصنوع من ال اي دي تيجي تاتش. هلا بعده عم بيقلع مثل ما شايفين هون عندنا كبسة المايلس. وطي الصوت، علي الصوت، هون عندنا كبسة لتكتم الصوت مثل ما شايفين هيدا بتصير احمر تكتم الصوت، ترجع بتشيلها بترجع الصوت. وهي عندك للبلوتوث لتقدر توصلها. هلا هذا البوكس اول شيء لتقدر توصله او تمسكه مع او تشبكه مع التليفون فيك تشبكه عبر طريقتين، عندك البلوتوث من اي هاتف او عبر الان اف سي. مثل ما شايفين هون في كلمه الان اف سي، كل عليك ان تكون تليفونك بيدعم الان اف سي وتحطه على هيدا الان اف سي تروح شغال. كلنا علينا مثل ما قلنا حطه فبيطلع عندنا هون مثل ما شايفين انه وصلت على التليفون. فخلينا هلا للتجربه، شو رايكم هلا نبلش نجرب التليفون؟ بس بدنا نجرب ونحاول بشيء ما يكون عليه كوبي رايت. بدك تسكروا دينيكم هلا. اكيد التجربه عندكم مش مثل التجربه عندي لانه هون عبر الميكروفون عم ياخذ الصوت. خلينا نشوف هلا. ليك صوت ليك مثل ما شفنا. اوه صوت كتير قوي وواضح والباز فيه كتير قوي، يعني تجربة رائعة رائعة من هواوي بهذا البوكس. عن جد اعطتنا بوكس كتير قوي بسعر كتير منيح بالنسبة لهذا المنتج. خلينا نجرب بعد اشياء تانية. اوه هلا مثل ما شفتوا التجربة كتير كتير قوية من هذا البوكس من هواوي. فما تخيلت هالقد تكون، يعني هلا ما بعرف اذا انتم حتكونوا سامعين مثل اللي قاعد هون، بس بتحس الغرفة كلها عم تهز فيك او البيت كله عم يهز فيك. يعني اذا عندك هذا البوكس بالبيت كله بكفيك، يعني مش محتاج لأكتر منه. واذا بتحط اثنين كمان بيمشي الحال، بصير البنية كلها تهز والحارة كلها بتسمع. فبالنسبة لهذا البوكس، البوكس كتير قوي وعن جد ابداع من هواوي. هواوي كل ما عم تفرجينا انه هي من اقوى الشركات بالعالم من الرغم من الحصار الامريكي عليها. فمثل ما شايفين بوكس عالمي عالمي من هواوي، كومبلي كومبلي كتير قوي هذا البوكس.
هذا البوكس تقريبا هلا كأول ما نزل كان سعره 300، هلا سعره تقريبا بتحكي 199، وبيختلف من حسب الدولة، من دولة لدولة او باليورو بالدولار او حسب العروضات. فممكن على عروضات هواوي اللي على طول بتعملها تلاقوها بسعر ارخص. فللي بحب الميوزك بنصح فيه، يعني بحب الميوزك والاصوات الكثير قوية، بوكس كثير خارق وصوته كثير صافي وحلو، ومثل ما قلنا بينوصل عبر الـ NFC وعبر البلوتوث. فإن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو واستمتعتوا فيه. إذا عجبكم الفيديو ياريت تفعلون اللايك القوي واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم أجدد فيديوهاتنا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من أبو السلالة تيك.